اديني يا سيدي نزلت جبت لها ملايات جديده عشان تعرف انها غاليه علينا. تسلم ايدك يا رنا، بس مش لازم نبين لها يعني انها جديده قوي كده. 58 جنيه بس غاليه. والله ما خدت بالي. انت انا عارفك. اللي يسمعك امبارح وانت بتقول ما فيش حاجه بيني وبين شمس ويشوفك النهارده يعرف انك كذاب. ده انت يا ولد اغر قال لي شوشتك. بقول لك يا حاجه، نعم، فكك مني ولا اقدر برضو. الو، ايوه سلامتك. لا مش هبقى فاضي دلوقتي. حاضر، مع السلامة. عماد مين ده يا هشام؟ ده طليق شمس. الله، وده هيعوز منك ايه؟ كنتش عايز يضربني. هو يقدر؟ انت حيرانه في ايه من الصبح؟ ما انا عايزه انقي واحده بس يعني اول انطباع. فشينا الاثنين فوق بعض.